فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق. وليس المقصود هو لابد من بناء مسجد، وإنما كما ذكر المؤلف اتخذ مكانا للعبادة فهو مسجد، أي يسجد فيه، مسجد أي يسجد فيه، كما قال الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله، أي السجود لله، فلا تدعوا مع الله أحدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ومعلوم أن الأرض مسجدا أي يسجد فيها، وليس مسجدا أن كل الأرض عبارة عن المساجد هذه المبنية المعروفة التي يصلي فيها الناس كمسجدنا هذا، وإنما القصد جعلت لي الأرض مسجدا أي مكانا للسجود. وكذا قوله تبارك وتعالى عن أهل الكهف أنه قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، أي مكان للعباد، لأنهم هدموا ما كان فيه من الصومعة، فقالوا لنتخذن عليهم مسجدا، لا يبنى في مسجد، هم في جبل في صومعة، وإنما يقصدون مسجدا أي مكانا للعبادة، يقصدون مكان للعبادة. فالقصد أن بناء القبور على المساجد، بناء المساجد على القبور أو دفن الأموات في المساجد، كل هذا لا يجوز، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.